خشع القلب هذا لخشع الجوارح. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نخشع في صلاتنا، وليس لنا من صلاتنا إلا ما عقلنا. ولذا ينصرف المنصرف من صلاته ربما لم يكتب له إلا عشر صلاته. والله عز وجل يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والفلاح أيها الإخوة والأخوات هي أجمع كلمة نطقت بها العرب، لأن معنى الفلاح الفوز بكل مكروه والنجاة بكل مخوف ومرهوب. فعلينا أن نطمئن في ركوعنا وسجودنا وقيامنا وقعودنا. فالمصطفى صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل والرسول المصطفى في مسجده عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وصلى وأسرع في صلاته، ثم جاء وسلم على الرسول، فرد عليه السلام وقال: صلي إنك لم تصلي. ثم صلى الثانية كالأولى والثالثة كالثانية، كل ذلك يقول: صلي إنك لم تصلي، يعني صلاتك ليست صلاة. قال: يا رسول الله، والله لا أقسم غيره، هذا فعلمني. قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسفل الوضوء. ثم قال بعد ذلك، بعد أن ذكره الوضوء: ثم استقبل القبلة، ثم إلى أن قال: حتى تعتدل قائما، ثم قال: حتى تطمئن راكعا، حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن ساجدا، ثم اجلس بين السجدتين حتى تطمئن جالسا. فهل نحن كذلك؟ والله أرى وترى أن بعض المصلين كأنهم يلعبون، ما كأنهم الله يسلمهم، كأنهم معقول الواحد. يا أخي المسلم، يا أختي المسلمة، اطمئنوا في صلاتكم. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لهذا الرجل: صلي إنك لم تصلي. والله جل وعلا أمرنا بأداء الصلاة على الوجه الذي يرضيه عنا. ولذا يقول جل وعلا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، على جبل يا إخواني، لو أنزلنا، يقول الله تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فهل تتصدع قلوبنا لسماع كلام الله؟ هل تخشع قلوبنا عند قراءتنا للفاتحة ولما تيسر من القرآن الكريم؟ أرجو ذلك للجميع. ولذا يقول سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قست قلوبهم، نعم، بالمعاصي، بالذنوب، بالآثام، كما قال جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يكسبون المعاصي والمنكرات والموبقات. فيا عبد الله، يا أمة الله، اتقوا الله في صلاتكم، اخشعوا في صلاتكم. فالله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها، ما هي؟ الطويلة على ماذا؟ وإنها يعني الصلاة لكبيرة، يعني ثقيلة، أثقل، يعني أثقل من الجبال على رؤوس بعضهم. وإذا تجد البعض منهم لا يقوم لأداء صلاة الفجر إلا نادرا، أما في رمضان يقومه السحور فيذهب إلى الصلاة. لكن كلامي معهم ما بعد رمضان، نجد أرتالا من البشر يستيقظون للعمل والدوام وللدراسة والوظيفة ولا ضير في ذلك. شكر الله مسعاه الله، فامشوا في مناكبها وكلوا برزقه وإليه النشور. لكن لماذا لا يكون هذا الاستعداد وهذا النشاط لأداء صلاة الفجر مع المصلين في المساجد؟ والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: بشر المشائين في الظلم إلى المسجد إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. ويقول جل وعلا: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فالداعي يتضرع يخشع، عينان لا، يقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تهمس في سبيل الله. وقال صلى الله عليه وسلم: سبعة
فضل أول رمضان إلى آخره لم يدمعوا دمعة، ولما جاء ختم القرآن دمعت العيون. فأين هذه الدموع عند تلاوة كتاب الله وعند سماع كلام الله؟ أن نقول الله تعالى والخاشعون والخاشعين والخاشعات، ثم ختم الآية بقوله أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فالخشوع مطلوب من الرجال كما هو كذلك مطلوب من النساء. ووصف سبحانه العلماء بالخشوع بقوله تعالى إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم، ما هو الذي يتلى عليهم؟ القرآن الكريم. يقول جل وعلا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فأين الخشوع يا عباد الله يا الصلاة؟ أين الخشوع عند تلاوة كلام المنان جل وعلا؟ ولذا يقول صلى الله عليه وآله وسلم ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة فيحسن وضوءها وخشوعها وركوعها إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ما لم يؤت كبيرة، وذلك الدهر كله وهو مسلم. وقال عليه الصلاة والسلام من توضأ نحو الوضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من منبر وهو البخاري ومسلم. واستعاذ صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، حيث قال عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع. الرسول تعوذ من القلوب التي لا تخشع، فتعوذوا بالله من قلوب لا تخشع. اللهم إني أعوذ بك يا إلهنا من قلوب لا تخشع ولا تخضع لك. يقول صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشفع ومن دعوة لا يستجاب لها، رواه مسلم. وبين صلى الله عليه وسلم أن المصلي ربما انصرف من صلاته لم يكتب له من أجل صلاته إلا نصفها ثلثها حتى بلغ عشرها. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وأصل الخشوع هو لين القلب ورقته وسكونه وخضوعه وانكساره وحرته، فإذا خشع تبعه خشوع جميع